طيب اوكي، احنا بعد ما نزلنا البايثون من هذا الرابط، تمام، احنا اتفقنا بننزله من الون بايثون. نيجي لعملية التثبيت. عملية التثبيت سهلة جدا، انا نزلته هنا، حطيته في الداونلودز عند الابس. هيو وين بايثون، هذا عبارة عن executable file، فأعمل عليه double click. يفترض أنه بيعطيني شغلة زي هيك، أنا بحدد وين المسار أنا بدي أنزله. لو طلع لك أنه أنت مش قادرة تشغليه، فبتختاري أنه يفترض أنه مزيد من التفاصيل، وبأنه في تشغيل على أي حال، تمام. الآن المسار اللي أنا حطيته أنا عندي هو بياخد وقت في الاكستراكشن. المسار أنا حطيته عندي، حطيته أنا عندي على السي، تمام، وحطيت بايثون 3.8، وهي عمل الاكستراكشن هنا، هذه المجلدات كلها زي هيك. فانت ممكن تبدا العمليه وتتبع معايا الشرح، انه انت تعملي تحط المسار انت عندك في السي مباشره، او تحطي اذا بدك تحطيه في الدي، لانه السي انت عندك عليه نظام تشغيل، انت بدك كل الاشياء انه انت تحفظ عندك على الدي، حطيه انت عندك على الدي او على الاي او اي مكان انت شايفه مناسب انه انت تحطيه. فسووا الخطوه هاي، تمام، وخليني عشان انا اورجيكم انه بعد، يعني انه ما احنا نزلنا بدنا نشوف كيف بدنا انه يعني طرق تشغيل البايثون. كيف؟ خلاص، يعني هاي المعلومات انت عندك مسجله، وبعديها انه بتشوفيها بتطبقيها. طيب الان نيجي بعد ما نزل، انا عندي في عندي هاي ال ال السبايدر، شايفينه؟ واضح؟ تمام، هاي سبايدر، هذا عبارة عن اي دي اي بنزل برضو معاه، وفي عندك هذا الفي اس كود، تمام، وهنا البايثون ويد كوماند برومبت. البايثون ويد كوماند برومبت زي ما حكينا انه هو بيروح بيشغل لي البايثون، هذا عبارة عن باتش فايل، بات فايل في الويندوز، فبنزل وهو لحاله بروح بضيف لي الباث تبع البايثون لوحده، فبالتالي هذا الانفايرمنت خلص متعرف على الكوماند تبعت البايثون، فبالتالي ممكن اعمل بيب انستول مثلا اي حاجه، فممكن انه هو يعني يعمل لي ينزل لي اياها بهذا الشكل. فالان انا بدي اتاكد من البيب انه هي نزاله يعني موجوده، ما دام انه طلع لي بالضبط انه هي اليوزج انه بيب كوماند واوبشن، معنى ذلك انه هي موجوده. لو قال لي انه الكوماند نوت فاوند بيكون في اشكاليه انا عندي، تمام. الان ايش الفائده من هاي الشغله؟ زي ما حكينا انه هذه الكوماند برومبت انه من خلالها يا اما بنزل باكجز او ممكن اشغل الشيل منها مباشره هنا، وهذا بيؤدي انه احنا يعني نستوعب انه البايثون عباره عن انتربريتد لانجويج، انه بيتم تشغيلها سطر سطر بالضبط. فبالتالي ممكن انا احكي له هنا برنت هلو، على طول بيصير اكسكيوشن لهذا اللاين اكس بتساوي 10، صار اكسكيوشن لهذا اللاين. فبالتالي البرومبت زي ما انتم شايفين هذه الاشاره بيستقبل مني الستيتمنت، تمام، وبروح بنفذها مباشره. هل هذا يعني انه انا مش حقدر اكتب كود كامل واعمل له ران؟ لا بلا، بنقدر انه احنا باستخدام الاي دي اي اكتب كود كله في فايل بشكل كامل واعمل له ران دفعه واحده، فبالتالي بشغل الكود انا عندي دفعه واحده، فبالتالي هي الطريقه الثانيه للتشغيل. يبقى الطريقه الاولى باستخدام البايثون شيل، هذه احنا بنسميها بايثون شيل. والطريقه الثانيه انه انا بشغل الكود دفعه واحده بهذا الشكل، تمام؟ البايثون شيل برضه في لها هيها اي بي واي. هذا بيفتح لي شيل مباشرة. ما اشتغلت. تمام. أنا مش عارف إذا أنا كنت بقدر أتحكم في كنترول. بس الكنترول مش بهذا الشكل.
تمام؟ فبرضو هذه عبارة عن شيل، فممكن أحكي X تساوي 10، هذا اللاين الأول، الانبوت الأول. طبعاً الستيتمنت هذه في لها أوتبوت؟ ما فيش، فبالتالي N1 راح لي على N2 مباشرة، لكن في N2 لو حكيت هنا hello N2 والأوتبوت تبعها هي بهذا الشكل، تمام؟ فهذه برضو عبارة عن بايثون شيل، يعني انه مباشر بدل ما شغل الكوماند برومت واكتب بايثون على طول بعمل اياها. بس هنا فيها يعني ادفانتج اكثر، انه انا ممكن انا ارجع بالكوماند زي هيك بالاسهم، وفيها الكود كومبليشن بتريحني في الشغل. طبعا شو فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام انه انا ممكن انه استخدمها، انه انا اجرب شغله بشكل سريع واشوف كيف النتيجة تبعتها، وبعديها برجع بعد ما بتظبط معايا برجع بعملها كودينج، انه بكتبها بالكود تبعي بهذا الشكل. فبالتالي انا باخذ كود سنيبت انه انا بشوف كيف شكلها. يعني على سبيل المثال عندنا في البايثون في داله اسمها رينج، فالرينج هاي 10، مش عارف كيف شكلها، شو الناتج تبعها، فبروح بشغلها زي هيك، طلعت لي انه هي عباره عن سلسله من الارقام من 0 ل 10، 10 ارقام من 0 ل 9، 10 ارقام من 0 ل 9. طب لو هدول انا بدي اشوفهم، بدي اعملكم اياها كاستنج لليست عشان انه انت تتخيليها. فبعمل ليست رينج 10 0 1 2 3، فبالتالي عرفت انه هاي كيف انه الرينج هذه شو الاوتبوت تبع الداله. فبالتالي لما اتعامل معها في الكود بكون فاهم انا ايش بدي اسوي. فبالتالي برجع للشيل بجرب شغلات معينه، تمام، بتاكد منها انه انا بفهمها صح، وبرجع بطبقها مره ثانيه في الكود الكبير تبعي بهذا الشكل. لانه انا في عندي هنا باراميترز في الرينج. طب لو احنا عملنا انه 10 وهنا 2، هي تبدا اول حاجه الستارت بوينت، هيو جاب لي اياها، والستوب والستيب، ثلاثة باراميتر، الستارت والستوب والستيب. يبقى الستارت عند 1 والستوب عند مثلا 15 والستيب 2، فبالتالي بيطلع 1 3 5 7 لغاية 13، تمام؟ فهيك انا بكون فعلا انا عارف انه كيف شكل هذه، فبالتالي برجع هناك في الكود بدل ما اجربها في الكود الكبير. بيصير هذا البراكتس الصح في البرمجه، انه انا اسوي شغلات زي هيك، تمام، بحيث انه تزيد الانتاجيه انا عندي في الكود. هذه شغله، هذه الفائده الاولى. الفائده الثانيه انه مفيده جدا جدا في الشرح، لانه شغله انه انتر اكتف، انه بتكونوا مش فاهمين شغله معينه بروح على الشيل بشرح لكم اياها، حتلاقوني انا بسوي الشغله هاي بشكل متكرر، انه انا بروح بشرح شغله معينه على الشيل بتفهموها، بعدها بنرجع للكود الاساسي بنكمل بعد ما احنا نستوعبها. يبقى الطريقة الأولى إنه من خلال الشيل إنه إحنا نشغل الكود. الطريقة الثانية إنه أنا أكتب الكود بشكل كامل، تمام. أنا البيشارم عندي هاي ينزل فبدي أعمل له سيت أب قبل ما أشغلكم إيديتور ثاني. ممكن اكتب لكم كود هنا على فبالتالي انا وين بدي اروح؟ بدي اروح على مثلا على السي، بدي اعمل مجلد اسمه ماي كود، وهنا بدي اعمل او خليني افتح النوت باد بلس بلس واعمل سيف از على السي. ماي كود وهنا
f1.py تمام؟ فأنا بحكي إنه x بتساوي 10، ببدأ بكتب كود مباشرة تمام؟ ما فيش داعي إنه أنا أعرف كلاس أو أعرف مين أو أعرف أي شغلة من هاي الشغلات، إذا أنتوا الخلفية تبعتكم سي بلس بلس أو جافا. أي برنت لل x وهنا برنت جود باي تمام؟ طبعا بلزمكم شغله مهمه كثير انه انتم تحسنوا الطباعه تبعتكم على الكيبورد، لانه هذه شغله كثير كثير مهمه. وفي عندكم ويب سايتس انه بتختبر سرعتكم في الطباعه، فبالتالي انه خلص بتصير تعملي ميمورايز للاحرف انت عندك، فبتزيد الانتاجيه عندك بهذا الشكل. فانا عندي هنا ثلاث اسطر تمام، بدي اشغلهم هدول بدي اشغلهم دفعه واحده. في هنا عندي خيارات، لو هذا كان اي دي اي ممكن اروح هنا على رن مباشره، انا بدي اشغله بالكوماند برومت، فبدي ارجع هنا على الكوماند برومت، بدي اطلع وين انا حطيته في السي في ماي كود، بشوفه هيو موجود هنا. طبعا لاحظوا ان انا شغلت الكوماند برومت مش من هنا، لو شغلته من هنا وكتبت بايثون كوماند نوت فاوند ما اشتغلش ولا اشي. فوين بروح بشغله؟ هشغل الستور، انه البرنامج هذا مش موجود جيبه من الستور. فوين بروح؟ بروح وين ما انا حطيت، انا عندي البايثون هنا، هذا ممكن احطه الاختصار على سطح المكتب برجع زي ما حكينا، بروح على هاي البرنامج تبعي، بروح بكتب بايثون اسم الفايل، فبروح بصير اكسكيوشن للفايل كله للكود كله هذا دفعه واحده تمام. يبقى هذه الطريقه الثانيه. الان حنشوف بعد ما يخلص الاي دي اي انه يشتغل هيو، هيك اشتغل. هنا في شغله معينه، في شغله مهمه كثير في الاي دي اي في البايثون، انه في البي شارب انه احنا بدنا نحدد وين موجوده الـ environment. طبعا هنا انا بختار الثيم سواء كان دارك او لايت، انا شخصيا بفضل اللايت. هذا لو بدي انزل plugins اوكي. أول حاجة بدي أعملها بعمل بروجكت جديد أسميه بروجكت واحد تمام. هنا بخصوص الـ environment أنا في عندي عدة خيارات في البي شارب، إنه أنا ممكن أعمل virtual environment، إنه في البايثون نفسها إنه أنا في عندي ممكن أعمل أكثر من نسخة لكل تطبيق، أكثر من بيئة للبايثون لكل تطبيق. شو الهدف منها؟ انه في بعض التطبيقات انه مثلا المكتبة الفلانية بتكون شغالة معاي، بس المكتبة الاصدار الاعلى او الاقل لا بتكون شغالة. في نفس الوقت انه المكتبة هذه بتكون بالاصدار يعني مختلف بكون برضو معتازها. واضح ولا؟ يعني على سبيل المثال في عندي ويب ابليكيشن تمام، محتاج على سبيل المثال مكتبة اسمها image او img تمام version 3 او 2.3، وظابط انا عندي الكود ومتوافق مع مكتبة تانية. الان هذا ويب ابليكيشن واحد، الان ويب اب 2 محتاج نفس المكتبة، بس اللي ظابط معاه مع المكتبات التانية انه الفيرجن مثلا 3 او 2.5. فشو الحل؟
لو انا معتمد بيئه واحده فيا حنزل هاي يا حنزل هاي، بقدرش انزل التو فيرجنز. فالحل انه انا اعمل فيرتشوال انفايرمنت لكل ابلكيشن، انه انا باخذ البيور بايثون وبعديها بروح بنزل المكتبات الاضافيه بالفيرجنز اللي انا بدي اياها. فهذا هو الخيار الاول هنا انا عندي في الفيرتشوال انفايرمنت. يبقى انا متى بروح لهذا الاتجاه؟ في حال انه انا كنت بشتغل على مشاريع والمشاريع هذه بتحتاج مكتبات باصدارات مختلفه للمكتبات، فبالتالي انه ممكن يصير تعارض، لا بروح بفصلهم في فيرتشوال انفايرمنت. تمام؟ احنا مش هنعمل هذا الكلام في اول تطبيق، احنا بدنا نروح هنا في existing environment. تمام؟ existing interpreter انه انا نزلته وبروح بختاره انه مش موجود هنا في الليستة، بروح بحدد انه هو عبارة عن system interpreter. هنا ممكن اختار virtual environment او conda اذا انا كنت منزل anaconda. تمام؟ وهنا system interpreter. system interpreter بتلاحظوا انه كيف 3.8، بس هذا وين جاب لي اياه؟ انه جاب لي اياه انه هو بده ينزله من الانترنت. شايفين السهم هذا داونلود، فانا بدي احكي له انه لا انا موجود، انا عندي وين؟ على سي، على بايثون 3.8 وعلى سكريبت، وبروح احدد البايثون نفسها python.exe. شايفينها وين؟ هنا. اوكي، في هذا المجلد اللي هو البايثون 3.8 AMD 64، فبختار هنا البايثون .exe هذه. تمام؟ بختار اوكي، هيك صار انه معرفة عندي هذه البيئة اللي انا نزلتها. فهذه طريقة انه انا بدي اربط انه البيئة موجودة انا عندي اوريدي من البايثون والبي شارب. لو كان في انا عندي منزل البايثون نسخة ثانية، وهذا ممكن يصير انه في مكان ثاني وبدي استخدم هذيك لانه منزل فيها كل الباكج، بروح بستخدم نفس الطريقة، بروح بضيفها هنا وبتطلع انا عندي في الليستة. هاي البروجكت بعمله، فبروح بعمل كود جديد، فايل جديد، فانا بختار بايثون فايل وبختار هنا مثلا اب 1 تمام، وببدا اكتب في الكود مباشره x بتساوي 10 بدي اعملكم اعدادات انه يكون الخط واضح بالنسبه لكم. بروح هنا على الايديتور، على فونت، وبختار هنا 16 هيك احسن شوية، ولا اكبر كمان؟ تمام، برنت للإكس، وهنا print hello python is cool. مظبوط؟ تمام؟ right click وهنا execute run file in python console.
هاي طبعا أنا عندي هنا شغله كبايثون كونسول، إنه هنا الهالو عفوا طبعا 10 قيمة الإكس، وهالو إنه بايثون إز كول. طبعا البايثون كونسول هي برضو موجودة هنا، إنه زي ما حكينا إنه إنبوت وأوتبوت. فهنا مثلا إكس واي تساوي 20، بدي أشوف قيمة الواي بشكل مباشر زي هيك، إنه أنا فيش داعي إن أنا هذا في الشيل لو بدي أشوف قيمة فاريبل ما فيش داعي إن أنا أعمل برنت، بروح بحطها بشكل مباشر. إنبوت 4 تمام اللي هو عبارة عن واي، فبروح الأوتبوت 4 بروح بيطبع لي قيمتها اللي أصلا أنا عملت لها assignment في واي 3. في أنا عندي طريقة تانية إنه أنا أعمل execute هنا. فينا عندي run للاب بتطلع انا عندي بشكل مباشر زي ما شفنا هنا هيك بدون انه input و output بدون shell يعني تمام. بس هاي انه لازم تخلص البروسيس هاي عشان انه اقدر انه افعلها تمام. فهذه الطريقة الثانية لتشغيل البايثون كود. الطريقة الثالثة واللي احنا حنستخدمها بكثرة لغاية الان الامور تمام تمام يا جماعة. الطريقة الثالثة هي إنه أشغل جوبيتر نوت بوك. كيف؟ جوبيتر تمام؟ إيش الجوبيتر نوت بوك؟ بعمل عليه بدي أشغل اللاب أنا عفوا مش النوت بوك. مش هاي اللي انا بدي اشغلها، بدي اشغل خلوا بالكم ضروري جدا اسمه جوبيتر لاب. هاي الايكون هاي جوبيتر لاب ايش بصير؟ بروح بشغل لي باتش فايل وبروح بفتح لي البراوزر لوحده تمام. فبصير بكتب كود على البراوزر، بس انا بشتغل على اللوكال ماشين، بشتغلش بكتبش كود على الكلاود، انا بكتب كود على اللوكال ماشين. حوريكم الان. اوكي لاحظوا انا ايش في هنا عندي في اللانشر، في عندي النوت بوك بقدر اعمل بايثون 3، وهنا انا في عندي اوكتيفا، وهنا نفس الشيء انا عندي في الكونسول بقدر اشغل كونسول انه بالبايثون 3 وهاي البيئه. احنا بدنا نركز على البايثون، بايثون 3. وهنا انا ممكن اشغل التيرمينال تمام، او افتح تكست فايل، او انه اعمل مارك داون. حنيجي له الان يعني هاي الشغلات. احنا ايش مهتمين؟ بدنا نعمل نوت بوك، فبروح بعمل بضغط عليها، فبروح هنا بعمل لي نوت بوك. ممكن اعمل له رينيم انه مثلا انه انا اعمل ديليت رينيم نوت واحد زي هيك، هيغير التايتل انا عندي زي هيك. وهنا ممكن انه العب في الاعدادات، هنا اظهر اللاين نمبرز واختار البرزنتيشن مود عشان انه يكبر الخط عندكم شويه تمام. فهنا النوت بوك هذه هي عباره عن
دفتر بقدر اكتب فيه شغلتين نوتس وكود. نوتس باي صيغه؟ صيغه المارك داون، حنجيها لها. بالنسبه للكود بيكون في عندي الكود محطوط، كل كود سنيبت محطوط في سيل، فهذه احنا بنسميها سيل. وبروح بحكي هنا انه برنت هالو، ممكن اعملها ران، انا بستخدم الشورت كات كنترول مع انتر، تمام، او ممكن اعمل ران من هنا، تمام، تتعودوا على الكيبورد كنترول مع انتر زي هيك. طيب هاي السيل شغلتها، بدي اعمل يعني بدل ما انه انا زي ما تعودنا هنا انه انا بدي اضيف شغله معينه، بدل ما اعمل ران لكل البرنامج بروح بكتب جزئيه معينه في الكود وبروح بشغلها هي بس، ما فيش داعي انا اشغل كل الكود. وهذه كثير مهمه وضروريه بالنسبه لنا في الماشين ليرنينج، لانه انا في عندي اجزاء من الكود اشتغلت اوريدي واخذت وقت طويل وانا عدلت جزئيه ثانيه تحت، ما فيش داعي ان انا اعيد البروسيس كلها بالكامل وتضلها ساعتين عشان بس تعديل بسيط في لاين رقم 4 انا عندي هنا، تمام. فهنا بدي اضيف سيل جديده، بروح هنا على البلس وبختار انه print welcome to Python world. فلاحظوا انه الاكسكيوشن تبعها صار للسيل هاي بس مش للسيل اللي فوق. السيل اللي فوق ممكن اروح اعلم عليها زي هيك واروح ارجع اشغلها تاني وارجع اعملها اكسكيوشن حسب الحاجه، لكن اذا اوريدي اكسكيوتد خلاص بتضلها في الميموري انه اوريدي اكسكيوتد. يعني على سبيل المثال لو اجيت هنا قلت اكس بتساوي 10، خلاص هذه اكسكيوتد، تمام، سيل رقم 3. وجيت هنا في سيل جديده وقلت برنت اكس 10، تمام. الان لو رجعت لهذه انه انا بدي اغير القيمه، ببساطه بقول انه 12، تمام. لاحظوا انه هذه ما تغيرتش، لازم ارجع اعملها ري اكسكيوت لانه اللي فوقيها انه هي اتغيرت بهذا الشكل. هذا ممكن اكتب ملتي لاين، يعني هاي اكس بتساوي او واي بتساوي 20 برنت واي، واي بتساوي واي بالضبط. فبالتالي ممكن اعمل ملتي لاين اوكي. هذه كلها عبارة عن كود سيل. من وين تحدد النوع تبعها؟ هنا بروح بختار وهنا بختار هنا run selected cell، في عندي هنا run all cells، فبروح كلهم بشغلهم من البداية. لاحظ انا عندي الارقام اختلفت 10 11 12، ليش؟ لانه انا عملت اكثر من انبوت، فبالتالي اخر انبوت كان عملته كان 9، فهنا كمل 10 11 12 لغايه ال 14، تمام. وممكن اختار من سيل معينه، اقول من سيل 12 وانزل تحت شغل لي اللي فوق لا، فبروح هنا على بالضبط run selected cells and all below، تمام. وهنا ممكن انه run all above cells لغايه هنا، لانه هنا انا في عندي bug في الكود فبدي ان انا اعيده. فهي طريقه مختلفه تماما في الاكسكيوشن، وكثير بتعطيني ادفانتج هنا في الداتا ساينس او الماشين ليرنينج، لانه فعلا احنا محتاجين للشغله هذه، عشان هيك احنا بدنا نشتغل على النوت بوكس، تمام. يبقى هاي كل السيلز عباره عن كود سيلز. من وين تحدد نوعها؟ من هنا، تمام. بدنا نعمل سيل ثانيه بدي اكتب فيها نوت، لانه هذا مهم جدا انه انا بقدر اكتب كود ونوت في نفس المكان، انه هذه شغله كثير مهمه انه انا بوثق الكود هذا. فالنوت اللي انا بدي اكتبها بصيغه المارك داون، بس قبل المارك داون بدي احكي لكم كيف ممكن نعمل كومنت في البايثون.
مثلا اللاين رقم 4 بدي اعمل له كومنت او 3 هاش. واختصارا ممكن اعمل كنترول فهاي انه هي بتكون عاده في البي شارم انه بتكون سلاش زي هيك. ممكن اعمل سيلكت لمالتي لاين ويعني اقلبه انه هو ككومنت. ممكن اعلم مالتي لاين زي هيك واعمل كنترول سلاش بروح اعمل كله كومنت. فالهاش تعمل لي كومنت للاين واحد تمام. ممكن اعمل كومنت لمالتي لاين باستخدام تريبل كوتس او تريبل دبل كوتس. فبالتالي هنا بروح بعمل تريبل كوت وهنا ممكن احكي this is multi line comment تمام. ف تريبل كوت او تريبل دبل كوتس. بالمناسبه في البايثون عندنا الكوت والسنجل كوت والدبل كوتس نفس الشيء تمام. هيك بنكون خلصنا الجزئية كيف انا اعمل كومنت جوات الكود. الان نيجي للنوتس. النوتس بكتبها بصيغة ايش؟ مارك داون. بحدد هذا نوع السيل انه هي مارك داون. ايش هي المارك داون؟ في عنا مارك داون لانجويج. في عن طب ما دام في عنا مارك داون لانجويج يبقى في عنا مارك اب صح؟ ايش المارك اب؟ HTML. HTML هي المارك اب لانجويج. كيف انه انا يعني مرت عليكم ال HTML؟ كيف انه انا بعمل هيدر؟ بفتح تاج وبسكر تاج. كيف بدي اعمل ليست ايتم؟ بفتح تاج ولكل ايتم برضه بفتح تاج وبسكره تمام. فبالتالي هذه المارك اب لانجويج بستخدمها لايش؟ انه عشان اعمل فورماتنج للتكست. والمارك داون كذلك بستخدمها عشان اعمل فورماتنج للتكست. يبقى الغرض منها انه انا اعمل فورماتنج للتكست بس. كيف اسهل داون يعني انه الاسهل بالضبط. فكيف بعمل هيدر اتش 1 بدل ما افتح تاج زي هيك h1 واحكي انه this is my title واسكر التاج. ايش الغلبة هذه كلها؟ h1 لا مش هيك. فببساطة بروح بعمل هاش وبكتب انه this is a title او h1 title. طب H2 دبل هاش طيب باراجراف عادية نعم. ليش نستخدمها هنا؟ عشان أكتب نوتس. كيف؟ لا هنا فورماتد. حورجيكي كيف الان انه حتشوفي انه كيف في الكود انه النوتس هذه كثير مهمه. يعني بتكون انه الشرح كله او مش الشرح كله الدوكيومنتيشن كله تبع البروجكت. يعني هذا مش بس للدوكيومنتيشن عشان انت تسلميني اياه عشان افهم الكود. لا هذا انه في البروجكت في الشركات يعني لو بدي اسلم الشغل تبعي لازم يكون دوكيومنتد تمام. طيب كيف بدي اعمل بوينتس؟ بدل ما افتح تاج مباشرة واحد step 1 install pyenv step 2 run setup طب هدول ممكن احولهم ل points. انا لسه ما ورجيتكمش الريندر كيف شكلها. بدي اكتب لكم اكثر من شغله تمام وتشوفوا كيف البوينتس. ممكن انه يعني بوينت 1 انه دوكيومنت او هنا كود دوكيومنتيشن
وهنا هاي النقطة الثانية إنه model documentation and so on. هاي الريندر تبعه بهذا الشكل. مين أحسن، هذه ولا الكومنتس؟ تمام. فبالتالي كيف ممكن نستخدمها في الشرح؟ شفتوا هذه اتش 1، هذه اتش 2، هذه باراجراف عاديه، هذه ستيبس، هذه انه نقاط. طب كيف ممكن اعرف نقاط فرعيه؟ كيف بدي اعدل هذا؟ دبل كليك. تمام. وهنا بروح سبيس وبعمل انه موديل باراميترز، فصارت انه عباره عن نقطه فرعيه. فالفورماتنج فيه سهل خالص، اسهل من كده ما فيش. طب كيف انا ممكن استخدمه في الدوكيومنتيشن؟ بروح هنا، بروح بعرف هذه انه هي مارك داون، وبقول انه هنا عباره عن انه ديفاين موديل فاريبلز. تمام. وبروح بعمل هنا سيل، هذه عباره عن كود في الموديل فاريبلز، انه انا في عندي الاكس بتساوي مثلا انه عباره عن رينج 1000. تمام. والواي بتساوي عباره عن مثلا انه تمام. بعديها بروح بنتقل للخطوة الثانية، انه هنا ممكن اقول define helper function. فبروح بفتح سيل جديدة، انه انا بروح بعرف الفانكشن اللي انا هستخدمها او اليوتيليتي فانكشن اللي انا هستخدمها. فبالتالي انه documented بهذا الشكل. ممكن هنا اعمل insert لرو، لصورة. فبالتالي هنا بصير انا عندي ادراج لصورة. هذا الملف I, B, Y, and B. Interactive Python Notebook. تمام؟ فبالتالي أنا عندي ملف واحد في الكود وفي النوتس وفي الريزلت. الأهم من ذلك كله الريزلت. هذه شغلة كثير مهمة. ليش؟ لأنه المودلز عندنا في الماشين ليرنينج تحتاج لساعات وساعات لساعات عشان تطلع النتيجة. ما ينفعش أنا أروح أسلم الكود وعشان انا اظهر النتيجه هو يرجع يعمل ران تاني، لا. فهنا الريزلت تنحفظ، يعني هاي الريزلت كلها تبعت هذه السيل انه محفوظه في النوت بوك. هذه شغله كثير 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 مهمه عندنا. تمام. فهذه البيئه الجديده بالنسبه لكم في 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 في, في كتابه الكود، انه النوت بوك انه فعلا انه هي رائعه على عده محاور. انه من ناحيه انه بتعطيني فلكسبيليتي انه انا اشغل كود سنيبت لوحده، ومن ناحيه انه دوكيومنتيشن، ومن ناحيه حفظ النتائج. هذه شغله كثير مهمه. طيب بدكم هنا في المارك داون انه انتم تشوفوا كيف تعملوا شغلات ثانيه، بس بتروحوا بتسالوا عمو جوجل، بتقولوا له مارك داون شيت شيت. عارفين التشيت شيت؟ شيت 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 للغش. تمام. وهذه التشيت شيت طبعا احنا من كتر الاكواد اللي عندنا ومن كتر الشغلات من الصعب انه احنا نحفظ كل الاشياء هذه، فعاده بلجا للتشيت شيتس. فبين اللحظه واللحظه حاعطيكم اوراق للغش يعني. تمام. فهذه طيب ينفع اخر المحاضره احنا على شوف المواقع ونفهم ايش المطلوب فيها، عشان انا مش مستوعب كيف تلقى يعني ناخذ منين هذا المعلم أو شغل. اكيد بالطبع احنا مش انه نشرح لكم انه ايش المطلوب فيها، لا احنا هنشتغل عليها. حيكون مطلوب منكم انه انتم تشتغلوا عليها. يبقى هاي الهيدنج
لو بدي اعمل بولد، لو بدي اعمل ايتاليك، لو بدي اعمل كود، اوردرد ليست، ان اوردرد ليست، لو بدي احط كود، انه انا في عندي بدي اشرح انه جزئيه معينه او كود ثاني، او هاي لينك، هذه هوريزونتال رول، تمام، هاي ايمج، لو بدي اعمل تيبل بيكون بهذا الشكل، تمام. فهي يعني معظم الاشياء انه ممكن نرجع لها بالشيت شيت زي هيك، اوكي. طيب طيب انا ايش بدي اسوي؟ اروح على الجيت هاب عشان الاكواد هذه اللي انا بكتبها كلها تكون انه موجوده عندكم، ممكن ان انتم يعني تسحبوها من الجيت هاب. فبدي اروح اعمل بروجكت جديد واسميه واك دياس. طبعا بحدد فيه الشغلتين اللي هو دوت اجنور، الاجنور فايل اللي هو انه ملفات يستثنيها من الريبوزيتوري، واللايسنس خليها اباتشي لايسنس. ممكن انتوا عندكم تنزلوا جيت هاب ديسكتوب، تمام. فهي الريبوزيتوري تبع التريننج، تمام. حورجيكم كيف انا حجيبه انا عندي على الجهاز، وحبدا اعمل كود واعمل كوميت على الريبو، وانتم ممكن تعملوا بول للامثله اللي انا نستخدمها. اوكي، بده 16 دقيقة، يبدو انه الانترنت مش كتير، فممكن مصطلحات ايش؟ قصدك انه احنا نخلصهم بعديها نبدا انه يعني نمشي بالبايثون مباشرة اللي هو اوكي حسب، اوكي خلينا حسب هذه انه احنا نخلصها وبعديها نبدا في الفاريبل والاكسبريشنز والاكسكيوشنز وكل هاي الشغلات، تمام. طيب ممكن انه اعمل ستوب لهذا الفيديو، احنا بنكون خلصنا هذه، وبعديها انه عشان هاي انه تكون في فيديو لوحدها.